القول الفصل لا تغيير في مواعيد الدراسة ولا الامتحانات، وجداول الامتحانات طلعت للصف الرابع الابتدائي وطلعت للأول والتاني الثانوي في ميعادها بإذن الله وبمنتهى الوضوح، وما فيش أي حد في الوزارة التربية والتعليم أو الصحة أو مجلس الوزراء قال كلمة واحدة على المتحور من بأي شكل من الأشكال. تمام. وبالتالي كل ما يكتب ده اجتهادات وضغوط وبلبلة، وزي ما حضرتك قلت يعني المصادر الأصلية موجودة، فبالتالي بدل ما نفضل نستنزف في الدولة بإشاعة وبعدين يطلع مجلس الوزراء ينفي الإشاعة وبعدين يطلع حضرتك تكلمني الأم ننفي الإشاعة، ما احنا كده صحيح، بنضيع في وقتنا شغل كلنا. عايزين نعمله يعني، في فاحنا حاجات أهم. عاوزين نعقد اتفاق بقى من اتفضل. هنا بقى لحد ما كورونا تروح، نبطل كلنا نسأل السؤال ده. لما يكون في تعطيل دراسة الدولة هي اللي هتقول، تمام. بما ان الدولة ما قالتش يبقى ما نسألش. تمام. يعني يا جماعة يا جماعة اللي سامعيننا، ليكتب من يكتب ولكن لا نعبأ به إطلاقا. ليه؟ الدولة ما قالتش، والدولة مش هنا وزارة التربية والتعليم، هذا الموضوع المختص به لجنة إدارة الأزمات والأوبئة، وهي لجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء صحيح. وفيها كل مؤسسات الدولة المعنية وعلى رأسهم وزارة الصحة طبعا، وبالتالي الجهة اللي تسأل في المتحور وهل هيعمل دي وزارة الصحة مش احنا. احنا بيجي لنا من لجنة إدارة الأزمة القرار الجماعي هنعمل ايه. وطبعا اي تعطيل في الحياة ما هوش في المدارس بس، في جامعات، في مولز، في صحيح. خروج، في حظر تجوال بقى، في حاجات كده. فاشمعنى المدارس بس؟ يعني هي كل القصه عاوزين هنمتحن ولا هيلغوا الامتحان بس؟ اي بالظبط. فكل الاشاعات كده يا جماعه. المساله طب ان نيجي احنا طب نيجي يا فندم للي المفروض نسأل عنه، انه في ظل ده الاجراءات بتتبع في المدارس، هل في اضافات معينه؟ النصائح حضرتك للطلبه ايه؟ لاهاليهم انا بس ايه؟ يعني للحفاظ عليهم؟ عاوز اقول للناس، انا كنت قاعد بسمع في مجلس الوزراء كل اسبوع منذ بدء الجائحه وزير الصحه بيدي تقرير، دي اول حاجه في الجلسه، عن احوال كورونا. ده لازم كل يوم 4 الصبح. فبالتالي الرساله اللي جاءت من وزير الصحه الحالي الدكتور خالد عبد الغفار انه هذا الوضع مستقر تماما من حيث الارقام والمستشفيات، كل حاجه مفيش اي مشكله، وانه الاعراض التي تنسب الى هذا المتحور اقل بكثير جدا من اللي كانوا قبله اللي هو دلتا وبالتالي الدوشه اللي معموله في العالم على متحور، لدرجه انه قال انه يعني نتمنى ان لو كان حد هيجي له كورونا يجي له ده ما يجيلوش الدلتا، ما يجريش لانه الدلتا. يعني ده اخف. ده اخف. ده اخف ولا يستدعي يعني كل القصه دي. وظهور 3 حالات والقصه دي كانه شرحها المتحدث الرسمي لوزاره صحيح. الصحه وقال دول 3 حالات تم عزلهم ما خرجوش وموجودين تحت في سيطره العزل. وزاره الصحه، و2 منهم ما عندهمش اعراض نهائيا والثالث عنده اعراض خفيفه جدا اقل من البرد العادي. فبالتالي مفيش حاجه تستدعي كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، هي مجرد حجه نعمل بيها البلبله دي قبل الامتحانات. صحيح. فبس عشان ما نضيعش وقت يا جماعه، قول الفصل ياتي من لجنه اداره الازمه وليس من وزاره التربيه والتعليم. تمام. فما تسالوناش، ما تسالوناش احنا. تمام. احنا عبد المامور. يعني لما الدوله تقرر هتعلن بنبتدي وبتبتدي نفكر هنحل القضيه ازاي. صحيح. بس لحد دلوقتي ولا في اي اتجاه لهذا على الإطلاق.